هي ترتبط اولا بالموازنه، باقرار الموازنه والتخصيصات الماليه. وهذه المراحل هي الاجراء يقر تنفيذ التعداد، والنتيجه هي ضمن قرار تنفيذ التعداد، وهو يعني مبدئيا مقر هذا القرار خلال المجلس الاعلى للسكان. هذه المراحل اللي اقصد بها متطلبات تنفيذ التعداد، اللي نتحدث عن توفير الاجهزه اللوحيه 130 الف جهاز، نتحدث عن تدريب العدادين 130 الف عداد او اكثر، نتحدث عن تعداد تجريبي، نتحدث عن حصر وترقيم، نتحدث عن مركز معالجه البيانات، نتحدث عن صور فضائيه للوحدات الاداريه، نتحدث عن تطبيقات الالكترونيه، نتحدث عن التغطيه الهاتفيه والانترنت لكل مناطق العراق. هذه كل النقاط غير جاهزه سيد عبد الزهره ومتوقفه على توفير الاموال بعد اقرار الموازنه. اكيد طبعا، وان كان الان يعني هناك يعني مساحه من او هامش من امكانيه التحرك الان، يعني بدانا بصراحه الوزاره بدات تنفتح على الشركات العالميه المتخصصه في عمليه توفير الاجهزه والبرامجيات والتطبيقات، نعم. نكون جاهزين من تصدر الموازنه نكون احنا مهيئين كل المتطلبات.